مشاهد الكرام، للمزيد معنا من مكة المكرمة موفد اون لايف إلى هناك محمد ترك. محمد أهلا بك، أطلعنا في هذه اللحظة عن آخر استعدادات البعثة المصرية لتفويج الحجيج إلى منى وكذلك تصعيدهم إلى عرفات. أهلا بك زميلي العزيز سيد. يعني بالفعل رئيس البعثة تحدث عن أنه الاستعدادات الأخيرة، أجريت كذلك لقاء مع الرئيس التنفيذي للبعثة المصرية اللواء عمرو لطفي، اطمأننت منه على حالة الخيام، حالة الحجيج. الأمور كلها حاليا ميسرة بإذن الله لنفرة أو عفوا لتصعيد الحجيج إلى منى، وذلك في صبيحة بعد غد، في بعد الفجر إن شاء الله، لقضاء يوم التروية. غدا هو اليوم الأخير في مكة، القادمون ربما بعض القادمين من المدينة أصبحوا قليلين الآن سيصلون اليوم. تكتمل الصورة والمنظومة استعدادا للتصعيد إلى منى ومن ثم إلى عرفات. نتحدث عن خدمات طبية موجودة في كل الأماكن سواء في منى أو في عرفات. الحقيقة يعني الأمور أصبحت قاب قوسين أو أدنى على الاكتمال بشكل كبير. الخيم هي آخر ما تبقى من أجل الاستعداد له ومن أجل التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، ومن ثم تبدأ مسألة نقل أو تصعيد الحجيج. نعم محمد، بالتأكيد أن هناك استعدادات للمملكة السعودية طوال أيام الحج، وخاصة في تلك اللحظات آخر الاستعدادات الخاصة بالسلطات السعودية متمثلة ربما في مشاهد شاهدتها أنت وتابعتها. طبعا يعني الحقيقة أنه الآن الجميع في مكة، يعني هذه المدينة والحرم ونطاق الحرم فيه أكثر من 2 مليون شخص الآن. نعم. نتحدث ربما عدد الحجيج قد يصل إلى 2.5 مليون. مسألة التحرك أصبحت على الأقدام أكثر، هناك حالة من التنظيم المروري، أثناء الصلوات يتم غلق المحيط الخاص بالحرم. بطبيعة الحال هناك هذه الحالة من الاستنفار ومن الاستعداد لدى السلطات السعودية. التواجد الأمني شديد ومكثف للغاية، لا تكاد تسير عدة أمتار إلا وتجد رجل أمن، سواء كان رجل أمن في المرور أو في غيرها من القطاعات. الإجراءات الأمنية تم تشديدها. مسألة الحافلات أعتقد أنه الآن بيتم تجميع الحافلات، وذلك استعدادا للتصعيد الذي قد يبدأ في بعض الأحيان غدا ليلا وليس فقط بعد غد صباحا، نظرا لصعوبة تحريك أكثر من 2 مليون شخص في نفس التوقيت، وبالتالي قد يصعد البعض قبلها بساعات في ساعات الليل المبكر صبيحة الأربعاء إن شاء الله. رئيس البعثة المصرية دكتور مدبولي التقى وفد أسر شهداء الجيش والشرطة، هل هناك أي تعليقات على استقباله؟ نعم. هذا الوفد؟ الحقيقة أنه يعني الجميع عينه على أسر الشهداء، لأنهم هم ممثلوا أو هم من ورثوا عن الأبطال هذه الروح وهذا التاريخ. التعليقات كلها إيجابية. الحقيقة أن أسر الشهداء ممتنة سواء للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أو للبعثة المصرية التي تقوم على رعايتهم وتقوم بالاهتمام بهم وبمتابعة أعمالهم. نعم يعني ردود الأفعال من كلا الجانبين، حتى من الجانب السعودي إذا تحدثنا عن ثلاثة جوانب، هي إيجابية للغاية. رحم الله الشهداء وألهم أسرهم، يعني كنا نستمع إليهم الآن، يعني ألهمهم الصبر وألهمهم القدرة على الحفاظ على هذه الروح باحتساب أهلهم وذويهم أبنائهم عند الله سبحانه وتعالى. محمد ترك موفد أون لايف إلى الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا، نحن في انتظار مزيد من رسائلك.